بمناسبة يوم شهيد أمل، نظمت حركة أمل معرض رسم تحت عنوان كونوا مؤمنين حسينيين في حديقة برج البراجنة، وذلك بالتعاون مع بلدية المنطقة والجامعة الإسلامية وكلية الفنون في الجامعة اللبنانية، بحضور عضو المكتب السياسي في حركة أمل طلال حاطوم، رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور، رئيسة مؤسسة واحة الأمل فاطمة قبلان، مديرة مركز أسيل السيدة مليحة الصدر، عميد كلية العلوم والفنون في الجامعة الإسلامية علي رعد، وفعاليات حركية وثقافية وتربوية واجتماعية. الحاضرون أكدوا أن النصر يتطلب الوحدة والمقاومة، لافتين إلى أن هذا المعرض هو أحد أساليب المقاومة بوجه العدو الإسرائيلي. نحن اليوم زرعنا الأجساد في الأرض وقطفنا التحرير، ولا زلنا نزرع ونسعى لكي يتحرر كل لبنان. وما هذا المعرض اليوم إلا تعبير عن ماذا نعني بثقافة الحياة الحقيقية. يأتي هذا المعرض في مرحلة يعتقد خلالها العدو الصهيوني أنه قادر على تغيير حياتنا، أننا نحن في لبنان لا نأبه لرعونته، بل نكمل حياتنا التربوية. واعتبرت السيدة مليحة أن هذه الفعالية تبرهن أن المقاومة عالم كبير، وكل شخص يقاوم بطريقته الخاصة. بتعكس أنه بالمقاومة عنا طرق كثير لحتى نقاوم، عنا بالقلم نقاوم، عنا بالسلاح نقاوم، عنا بالرسم نقاوم، بالفن نقاوم، بالأخلاق الحلوة، بالابتسامة، بالصبر، بالتعاون، بالتكامل، قد ما بدك. المقاومة عالم كثير كبير. وكانت كلمة للعميد علي رعد وبعض المشاركات في المعرض. بداية هول الطلاب بعدهم سنة أولى، إذا بتلاحظوا هالإبداع اللي عملوه لحتى يوصلوا فكرة شهيد أمل أو يوصلوا فكرة الشهادة، فقدروا يعبروا لنا بكم لوحة حلوين لحتى يوصلوا لنا هيدي الفكرة. رسمت بتعبر عن مجاهد حامل الوطن على إيده، وهو بيمثل كل المجاهدين والمقاومين اللي واقفين بجنوب لبنان عم يحمونا. رسمتي أكثر شيء بتحكي عن الشهيد حسن قصير. وفي الختام جال الحضور في المعرض وتعرفوا على اللوحات والرسومات المختلفة.